السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في اليوم 66 لما يحدث في قطاع غزة، النهاردة 12 ديسمبر وامبارح كان 11، في الأقل من 24 ساعة دول أعلن عن 42 آلية عسكرية دخلوا سوق الخردة، منهم 11 دبابة، ومن ال 11 دبابة 3 دبابات ميركافا 3 اللي هي بسعرها بيتخطى 6 مليون دولار. تم الدبابة اللي هي بسعرها 6 مليون دولار دي دخلت سوق الخردة بحاجة اتصنعت في ورشة صغيرة كده ما كملتش 50 دولار. فاكرين حضراتكم الخبر اللي اعلنته صحيفة يدياعوت أحرنوت والصحفي اللي كتب عن ان عدد اللي محتاجين تلقي علاج عاجل من جنود الجيش الاسرائيلي 5000، منهم 2000 ما بقاش في ايد ولا رجل، منهم 100 ما بيشوفوش. فاكرين حضراتكم الخبر ده؟ الصحفي ده توقف عن العمل. لو تلاحظوا من بعد الخبر اللي خرج من يدياعوت أحرنوت، لاحظوا البيانات اللي خرجت امبارح واول امبارح واول اول، هتلاقي بدا الجيش الاسرائيلي يعلن زياده في الارقام بالنسبه لجنوده. ليه؟ لان الموضوع خلاص كانوا بيحاولوا يضيقوا على قد ما يقدروا، مش قادرين. الاعلام الاسرائيلي كله قفش اللعبه كلها، خلاص تابعوا القناه ال 12 ولا 13 ولا 4، تابعوا الاعلام العبري، شوفوا بدا يتكلم ازاي. حتى اهالي الجنود بداوا يقولوا احنا مش شايفين ولا سامعين رسائل ولا اي اطمئنان من الاسر بتاعتنا خالص، بل ان بعض الجنرالات الاسرائيليه على قناه اسرائيليه اتكلم بالفيديو ده، الراجل بيكلمك منطقيا نسبه وتناسب، بيقول لك بناء على فيديو زي ده لما يكون الاليات العسكريه بتاعتنا كلها اللي جايه من قطاع جايه بهذا الشكل، كم آلية عسكرية؟ أزيد من 800 آلية عسكرية، لما يكون كلهم جايين بهذا الشكل، بهذا الشكل، الجنود اللي جواها حصل لهم إيه؟ ده منطقيا أهو. فاللي هو الجنرال العسكري ده كان اسمه يعقوب حاجة زي كده يعني، بيقول اسمه يهود يعقوب، بيقول إن عدد الآليات اللي جاي بهذا الشكل، هذه الآلية بتحمل أكتر من 14 جندي. لكن الراجل بيتكلم بمنطقية، بيقول لو فرضا ال 14 جندي دول مش موجودين كلهم، موجود 5، هل هناك فرد نجا من هذه الآلية؟ لا. طيب 5 في 800 آلية، فأنت بتتكلم في 4000 جندي بالآليات فقط لا غير. طيب القوة الراجلة واللي دخل المنازل واللي بنشوفه من أخبار والكلام ده كله، العدد عدى 5000 جندي وضابط إسرائيلي من يوم ما إسرائيل قالت يلا بينا على التوغل البري. أنا ما بحسبش ليك حتى من يوم 7 أكتوبر، ما بحسبش ليك من يوم 7 أكتوبر إطلاقا، لا أنا بكلمك من يوم التوغل البري، من يوم 27 أكتوبر ليومنا هذا العدد عدى 5000 إسرائيلي، وإنت مطمئن كده والأمور طيبة معاك، تخطى ال 5000، احسبها بالمنطق، احسب عدد الآليات اللي بتعلن من الطرفين اللي داخل القطاع، احسب عدد الـ الجنود اللي جواها، الرقم عدى ال 5000. ليه يا جماعه؟ لان لما تشوف الاخبار حتى اللي بتخرج من مدراء مستشفيات عسقلان، تخيل يا جماعه اسرائيل بما فيها من تطور، المدراء المستشفيات بيقولوا لم يعد لدينا القدره الاستيعابيه ان نستوعب عدد الجنود اللي جايه. انت مستشفى اسمها مستشفى ساروكا، تتكلم تقول الاعداد اللي بتجينا يوميا فوق ال 60 جندي ومش عارفين نتعامل معاهم. يعني ايه يوميا 60 جندي؟ 60 جندي ده مفيص خلاص، خلاص هو مسلم نمره، فهو مش عارف يتعامل معاه ازاي. لما تخرج تشوف الاخبار حتى اللي بتخرج من صحيفه هارتس الاسرائيليه، لما بتقول لك اللي حصل يوم 7 اكتوبر شيء، وحجم الخساره اللي تلقناها من يوم 27 اكتوبر اللي هو الدخول البري شيء تاني خالص. فلازم تبص للامر بمنظور صحيح، لا هم في خساره كبيره جدا. فاكرين انتوا الراجل اللي هو وزير الدفاع دوت الاسرائيلي لما خرج يقول لك احنا هنعمل كذا فيهم وهنسوي ولا هنقعد مفاوضات ولا 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 ولا، هو بنفسه هو قاعد مع نفسه كده تلقائيا، خرج امبارح يقول لك احنا بنسعى الى مفاوضات والكلام ده كله. قام رد عليه الرجاله اللي في القطاع قالوا له اصلا ما فيش مفاوضات ولا في اي هدنه بيننا وبين بعض اصلا. هو يعني وزير الدفاع الاسرائيلي بيقول ان احنا في اطار في مفاوضات، في كلام عن مفاوضات وعن هدنه. فخرجت امبارح الناس ردوا عليهم قالوا له ولا حد كلمنا عن هدنه ولا حد كلمنا عن مفاوضات ولا حد كلمنا عن اي حاجه، وفكره انك تقول واحد مقابل ثلاثه من اللي احنا واخدينه منكم يوم 7 اكتوبر، لا خلاص الكلام ده كان فيه وتم، كان فيه وتم والله. الواحد من اللي موجودين العسكريين اللي معانا هيخرج مقابل منه 1000 من اللي عندكم، خلص يا جماعه خلصت. اسرائيل لن تكون اسرائيل بعد يوم 7 اكتوبر تاني،
اكيد طبعا المشاهد اللي بنشوفها في القطاع للمدنيين لده اكيد طبعا بتؤلمنا، واكيد طبعا نسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان يسكنهم الفردوس الاعلى من الجنه. انما على ارض الميدان عسكريا هي ما سيطرتش. عارفين يا جماعه، وانا قلت لحضراتكم القصه دي، عارفين لو اسرائيل بالفعل توغلت بريا في القطاع من الشمال الى الجنوب ولم تترك متر واحد، فهي بالتالي ايضا لم تسيطر على القطاع. هتقول لي ازاي؟ هقول لك في مدينه تحت الارض، في مدينه وصفها الجيش الاسرائيلي بان مدينه الانفاق دي اكبر من انفاق مترو لندن. واللي راح لندن يا جماعه الانفاق هناك حاجه وهم. جورجيا الانفاق فيها بتنزل تحت الارض 70 و80 متر. اللي راح جورجيا، انا رحت جورجيا، الانفاق هناك وهم. اسرائيل بتتكلم عن ان الانفاق اللي موجوده في القطاع اكبر واكثر اتساعا من هذه الانفاق، بل انها كمان شبكه عنكبوتيه متفرعه غير متصله. يعني احنا مش هنعرف نسيطر عليهم، منتهى الامر. لدرجه ان الجنرال الاسرائيلي اللي لسه ذاكر اسمه لحضراتكم اللي هو اسمه يهود يعقوب ده، قال لك احنا فكره ان نسيطر على الانفاق في القطاع حاجه من شبه المستحيل ان احنا نعملها، شبه مستحيل تماما ان احنا نقدر ننفذ هذا الامر. ليه؟ قال لك احنا اهو بقالنا 60 يوم عدد الجنود اللي عندنا، لما هو حسب بقى حسبة الآليات والكلام ده كله، أرقام لم تحدث في التاريخ، تمام؟ قال لك بقالنا 60 يوم لم نسيطر على شيء، بل إنه حتى اتكلم عن إيه؟ عن فكرة شمال القطاع، قال لك دخلنا شمال القطاع وقعدنا هناك أكتر من شهر، وعملنا مش عارف إيه، وعدد آليات عسكرية كتير خرج لنا، وعدد الجنود مش عارف اللي إيه، وعدد، ثم إننا الأماكن اللي سيطرنا عليها في شمال القطاع لما جت في الهدنة اللي فاتت وفي صفقة التبادل ظهرنا من وسط مكان احنا الطبيعي اعلنا ان احنا مسيطرين عليه. فحتى وهم بيسلمونا اولادنا اللي هم اللي كانوا متاخدينهم 7 اكتوبر، ده الجنرال الاسرائيلي بيقول، حتى وهم بيسلمونا اولادنا هم بيسددوا بالنسبه لهم نجاحات عسكريه وميدانيه وسياسيه تحفز الافراد بتوعتكم، وبتوصل رساله للجنود بتوعتنا ان ما قدمتموه طوال الايام اللي فاتت احنا واحنا بنسلمكم اولادكم احنا بنحقق فيكم نجاح، احنا ظاهرين من وسطكم. ده الجنرال الاسرائيلي بيقول كده. لا يا جماعه، عشان كده لو تلاحظوا نبره نتنياهو ونبره وزير الدفاع ونبره حتى امريكا، فاهمين ان اللي بيحصل لاسرائيل هي مرحله الزوال. علشان كده الكل بيسعى الايام دي، وحضراتكم هتشوفوا ده عاجلا، كله بيسعى الايام دي لايقاف اللي بيحصل، واسرائيل ترفع الكارت الرايه البيضاء وخلاص وخلصنا وانتهى الامر على كده. لكن بيحاول نتنياهو ان يلعبها فكره ضغط نفسي فقط لا غير، وده مش هينفع على ناس داخلين في العشرين ألف ارتقوا الى ربهم ومش فارق معاهم حاجه الا ارضاء لله عز وجل، ولا يرفعوا الرايه البيضاء ابدا. هؤلاء لن يكونوا اليابان، شاء من شاء وابى من ابى. اسرائيل اللي بيحصل فيها من مجموعة وقلة صغيرة كده ما حصلش فيها من أعتى الجيوش العربية اللي بتعمل عجين الفلاح. سلام عليكم.